معربا لكم عن امتناني العميق لتلبيتكم الدعوة وحرصكم الأكيد على الحضور ومشاركتنا أفراح تخليد الذكرى 67 لتأسيس المدير الإدارة العامة للأمن الوطني. الحفل الذي تقيمه ولاية أمن بن بلال بمناسبة تخليد الذكرى 67 لتأسيس جهاز الأمن الوطني هي مناسبة سنوية مفعمة بالوطنية الصادقة، وأيضا مناسبة نستحضر من خلالها الدلالات التاريخية لتأسيس جهاز الأمن الوطني على يد المغفور له جلالة الملك محمد الخامس تغمده الله برحمته الواسعة. وأيضا باعتبار هذه المناسبة لبنة من لبنات البناء المؤسساتي للمغرب المستقل، هذا المسلسل للبناء المؤسساتي للمملكة المغربية الذي تواصل على يدي المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. واليوم بحمد الله وبفضل الرؤية السديدة والمستنيرة والحكيمة لصاحب الجلالة نعيش فترة نماء وإنماء. هذه المناسبة أيضا هي مناسبة نستحضر من خلالها التضحيات الجسام لرجال ونساء الشرطة في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وأيضا في سلامة ممتلكاتهم وصون حقوقهم وحرياتهم. أيضا هي مناسبة لإظهار النتائج التي حققتها مصالح ولاية أمن بن بلال بالنفوذ الترابي ديالها بجهة بن بلال خنيفرة، وهذه المجهودات هي تنزيل للاستراتيجيه الجديده للسيد المدير العام للامن الوطني الهادفه الى تحديث وعصرنه المرفق الشرطي ببلادنا والارتقاء به الى مصاف الانظمه الشرطيه المتقدمه بالعالم. وهذه المكانه التي اصبحت تطلع بها الشرطه المغربيه هي ثمره اصلاح وظيفي شامل وعميق امتد ليشمل جميع مناحي عمل المديريه العامه للامن الوطني بهدف كسب رهان مكافحة الجريمة، وأيضا لجعل الأمن دعامة أساسية للتنمية والازدهار، وأيضا لجعل الأمن مكسبا لرأس المال اللامادي للمغاربة والمغرب. كما حضرتم معنا بعد استقبال السيد والي الجهة من طرف والي الأمن والفرقة الشرفية تم افتتاح الحفل بتحية العلم الوطني وبآيات بينات من الذكر الحكيم، ثم كانت هناك كلمة السيد والي الأمن بهذه المناسبة. بعد ذلك أشرف السيد والي الجهة على توشيح بعض موظفي الشرطة المتقاعدين المنعم عليهم بأوسمة ملكية، وبعد ذلك جرت بعض المراسيم المتعلقة بتسليم بعض السيارات لفائدة مصالح ولاية أمن بن بلال في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين المديرية العامة للأمن الوطني وولاية جهة بن بلال خنيفرة وأيضا مجلس جهة بن بلال خنيفرة. كانت هناك أيضا أنشطة أخرى تتعلق باستعراضات لمختلف الفرق والتشكيلات الأمنية والمعدات اللوجستيكية التي توظفها مصالح ولاية أمن بن بلال لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين.